سيادة الرئيس، أتحدث إليكم عن منظمة يون واتش. الواقف أمامكم هنا الأب داف، مواطن مسيحي ابن الناصرة، البلد الذي احتضن المسيح وسيرته وتبشيراته. سادتي الأفاضل، بينما أقف هنا أمامكم اليوم، الأرض في الشرق الأوسط تروى بدماء المسيحيين الذين يقتلون يوميا. هل تعلمون أنه في بداية القرن العشرين كان المسيحيون في الشرق الأوسط يشكلون 20% من السكان، أما اليوم فإن نسبتهم هي 4% فقط؟ هل تعلمون أنه خلال السنوات الماضية قتل نحو 100,000 مسيحي كل سنة؟ ولماذا؟ لا لذنب اقترفوه، فقط لكونهم يؤمنون بالمسيح. في العراق وحدها نزح أكثر من 77% في سنة 2000، بالإضافة إلى قتل وتشريد الآلاف. في سوريا عاش نحو 2 مليون مسيحي، أما اليوم فقد وصل العدد إلى 250,000 مسيحي فقط. إن المسيحيين في تلك البلاد يعاملون كمواطنين درجة ثانية، يواجهون تمييزا عنصريا دينيا اقتصاديا واجتماعيا. لماذا كل هذا؟ فقط بسبب دينهم، ذلك الدين الذي يؤمن وينادي بالمحبة والسلام بين البشر. المسيحي في الشرق الأوسط مهمش، حقوقه مسلوبة، أملاكه مباحة، عرضه ينتهك، رجاله تقتل، وأطفاله يشردون. إلى أين يذهب ومن يحميه ومن يحافظ على ممتلكاته؟ إذا نظرنا إلى الشرق الأوسط سيد الرئيس، نرى أن هناك مكان آمن واحد فيه المسيحيين غير مضطهدين، بل على العكس محميون، لهم حرية العبادة والتعبير عن الرأي، يعيشون فيه بتآخي وسلام ولا يتعرضون للقتل والإبادة. إنه إسرائيل الدولة التي أعيش فيها، الدولة اليهودية هي المكان الوحيد الآمن حيث مسيحيو البلاد المقدسة يعيشون بأمان. يعيش في إسرائيل المسيحيون واليهود ليس فقط لكون المسيح يهودي الأصل ومولود في بيت لحم اليهودية، بل لأن مصيرهم مشترك ولديهم رغبة حقيقية وصادقة في التعايش والسلام. هل المجتمع الدولي يعترف بفضل إسرائيل في حماية المسيحيين فيها؟ العديد من المجتمعات الدولية اختارت أن تنتقد وتدين إسرائيل، وهذا برأيي جريمة مزدوجة، لأنه في هذه الحالة المجتمع الدولي ساند الذين يسعون لإبادة اليهود والمسيحيين والدروز واليزيدين من أجل مكاسب سياسية، وبهذا يساهم المجتمع الدولي للأسف في تفاقم الأزمة والوضع الإنساني في الشرق الأوسط، وخاصة وضع المسيحيين، ويدفعهم للنزوح عن بلد المسيح بحثا عن الأمن والأمان في بقاع الأرض المختلفة. حان الوقت ليستفيق العالم ليرى حقيقة الذين يسعون إلى تدمير الدولة اليهودية، إنما يساهمون في التعجيل بإصدار حكم الإعدام بحق المسيحيين في الشرق الأوسط والأرض المقدسة. وكيف هذا وهذه الأرض أرض إسرائيل شهدت مولد وحياة سيدنا يسوع المسيح، فإذا نزح المسيحيون منها فمن سيبقى عليها ومن أحق بها منهم؟ من موقعي هذا أناشدكم، أنا الأب جبرائيل نداف من الناصرة، أنتم قادة الشعوب ومناشدي السلام، أوقفوا الذين يريدون تدمير الدولة اليهودية الحرة الوحيدة في المنطقة. إنها الملاذ الآمن الوحيد الذي يفتح ذراعيه لكل مواطنيه ويحميهم. إنها المكان الذي لا يسعى إلى دفع المسيحيين للنزوح وترك أرضهم بحثا عن الأمن والأمان. إني أرجوكم من أعماق قلبي أن تصغوا إلى استغاثة مسيحي الشرق وتضرعاتهم قبل أن يفوت الأوان وتقرأوا عنهم في كتب التاريخ. شكرا سيد الرئيس.